عمار ضابط ومعتقل سابق في سجن صيدنايا يكشف لأخبار الآن عن أساليب التعذيب التي يتبعها نظام الأسد في هذا السجن. وكشف الضابط والمعتقل السابق عن اعتقال نظام الأسد أكثر من 2000 ضابط نهاية 2011 وبداية عام 2012. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. معتقل سابق في سجن صيدنايا يكشف لأخبار الآن عن أساليب التعذيب التي يتبعها النظام. يقول لأخبار الآن: لقد تم اعتقال أكثر من 2000 ضابط من كل فئات الجيش العربي السوري وتم وضعهم في سجن صيدنايا. قضى حوالي 800 ضابط منهم تحت التعذيب. عم بحكي لك طبعا كعدد تقديري تقريبا 2400 ضابط كنا بصيدنايا من شتى صنوف القوات المسلحة السورية، من كل الصنوف، من البريه، من البحريه، من الجويه. طبعا جويه طيران كانوا بسجن المزي، نحن الفنيه كانوا معنا بس الطيران خصائصهم طيران بسجن الجويه. كل صنوف الجيش العربي السوري، ضباط الجيش كل واحد مشكوك فيهم جابونا بنفس الفتره، كان هن مسمينا ضربه البغل، انه هاي الضربه ضربه البغل، انه هاي ضربه ضربوا فيها ضربه واحده كل الضباط الجيش السوري اللي ممكن يعملوا مشاكل معهم او يشكوا انه مثلا ممكن يوما ما يعملوا شيء، فمشان ما حدا يعمل شيء جابوا الضباط كلياتها من كافه الفروع من فتره 15/9/2011 لفتره 1/2/2012. هي الفتره لموا فيها 2400 ضابط من كافه صنوف القوى البحريه. طبعا هلا نحن كان اتهمنا فقط شك، بينما في ضباط مثلا كانت بالفعل عم تخطط انه تنشق بكتيبه، تنشق بسلاح. ورغم انتشار الامراض والجرب والقمل الا ان القائمين على سجن صيدنايا لا يبالون لما يحدث للسجناء، بل يضحكون على حال المعتقلين ويتفننون في تعذيبهم وقتلهم. كل 18 يوم كانوا يجيبون لنا مثلا شاي. احيانا السجانين من كثر ما يكونوا حاقدين بفوت انت بتشربوا شاي، بشيل الشاي مثل ما هي بكبها بالتواليت مشان ما نشربها نحن. انه احيانا ثاني بفوت بيكون معه دواء غسيل، بحط على البرغل دواء غسيل وبحط فوق اي شيء ثاني وبخبصهم مع بعض وبدك تاكلهم هيك بدواء الغسيل، لانه على الجوع بدك تاكل كل شيء، يعني ما في اي خلاص. احيانا بكب المرقه مع الشاي بارض المهجم وبقول مع 5 دقائق العالم بالثانه ضباط بألسنتها بتلحس الشاي. طبعا مو اجباري على فكره بس من الجوع، يعني عم بتنازع مشان البقاء على قيد الحياه. هل انا هون بدي وصل الفكره لهالدنيا كلياتها، للعالم، لمنظمات حقوق الانسان، للامم المتحده، لاي واحد بحس بانسانيه الانسان، انه هالناس عم تموت بسجن صيدنايا من دون اي محاسبه، من دون اي رقيب. هودا عم بيموتوا انهم نايمين، عم بيموتوا على الساكت. الامل هو السلاح الوحيد لسجناء صيدنايا. يقول الضابط والمعتقل السابق: كنا نعيش على الامل فقط. المهم يوم تطلع 11 جثه من الجناح رقم بسموه جناح الطابق الاول بصيدنايا المبنى الاحمر. هذا تقريبا ب 13/3/2013 هذا التاريخ. طبعا هون مات اول واحد عندنا، صرنا نحس انه خلص بلشت الامور تسحب. نحن كنا 20 واحد، مات اول واحد، وبعدين كل 35 يوم يموت واحد. مين اللي مات معك؟ اسمه فراس احمد عدوان. قتلوا قدامكم؟ اي نعم. هذا طبعا بنص ال 2000 بعد بال 2013 شالوني انا من رئيس مهجع، لانه في عندنا شيء اسمه منور. المنور عند بصيدنايا هو المنور بيجتمع عليه كل المناور الحمامات تبع الطوابق الثلاثه، فبيطلعوا الشباب مثلا واحد بيجي زياره طبعا يوم الاحد يوم الثلاثاء في زيارات، فوقت الواحد بيجي زياره امه ممنوع، طبعا بيخبروا الزائر انه ممنوع تحكي، بيخبروا السجين انه كمان ممنوع تحكي. فشو بيحكوا؟ يا حرام كثر ما قلوا الله يا عين امك، انا شفت لك مقدوس، ان شاء الله بدك تاكل من مقدوس. فشو بيفوت بخبرنا انه امه جابت له طعمين مقدوس. شو نحن بنخبر بنحسب انه المقدوس بيتهب بالشهر التاسع، معناته رح نطلع بالشهر التاسع. بنعيش على هذا الامل. هذا جزء فقط من شهادة الضابط والمعتقل السابق في سجن صيدنايا.
يأمل عمار أن يتم الإفراج عن بقية الضباط المعتقلين، فهم كما يقول ينتظرون الموت إن لم يجدوا من ينقذهم من هذه المأساة.